نتحداكم، نتحداكم أن تأتونا بمكرمة أخلاقية لم تذكر في الأديان الإبراهيمية التي سبقت الإسلام. آتوني بمكرمة أخلاقية واحدة. محمد سرقك، أي شيء جميل ممكن أن تعثري عليه في القرآن هو موجود في الفلسفات والأديان التي سبقت الإسلام. ما هي المكرمة الأخلاقية التي أتى بها لكي نعتبر حقوق الطبع محفوظة كما يقال، لكي نعطيه براءة الاختراع؟ أين هو؟ بعدين وقت بيجوا بيقولوا لك طيب ما تشوف في تاريخ أمريكا، تاريخ أمريكا قام على قتل الهنود الحمر. فك يا أخي، من العيب بمكان، من العيب بمكان أن تقارن دولة تزعم أنها بنيت على شريعة إلهية مع دولة بنيت على قوانين مدنية تحتمل الخطأ والصح. ما في مجتمع بشري سواء كان مجتمع متمدن إلا غابات الكونغو كنشاسا إلا بتلاقي فيه تصرفات إجرامية، وبتلاقي بتاريخه أشياء يندى لها الجبين. لا يوجد دولة، لا يوجد دولة إلا في تاريخها أمور لا يقبلها العقل والمنطق. هي بالنهاية دول مدنية، بالنهاية دول مدنية. الإنسان ليس له الكمال المطلق، الإنسان يخطئ ويتعلم من أخطائه. اليوم القوانين التي سنتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة بخصوص الهنود الحمر، نتمنى أن تسنها السعودية بحق النصارى واليهود الذين كانوا جزءا من النسيج الاجتماعي في السعودية. ننظر بعين الأمل إلى السعودية اليوم وهي تمر اليوم في مرحلة يجب أن تكون appreciated، يجب أن نقدر تلك المرحلة التي تمر بها السعودية، وننتظر أن تعطي السعودية النصارى واليهود الحقوق التي سلبت في عهد محمد كما هي حقوق الهنود الحمر اليوم في أمريكا. إذا أثبت الدي إن إيه أنه عندك 10% من النيتيف أمريكانز بحق لك تعيشي على حساب الدولة حياة مرفهة جدا مدى الحياة، عم تعطيهم أراضيهم وعم تسمح لهم بأنظمة، عم تسمح لهم أن يكونوا دول ضمن دولة. نتطلع إلى السعودية أن تحذو هذا الحزل، حزو هذه حزو أمريكا، لعل وعسى تكفر عن التاريخ الإجرامي الذي ارتكب بحق البشر الذين كانوا يعيشون في شبه الجزيرة العربية. لذلك أعود إلى النقطة، يعني المقارنة invalid، المقارنة غير مقبولة أخلاقيا ومنطقيا. ومع هذا نقبل الخلافة الإسلامية كدولة تقوم على شريعة إلهية، نقبل أن تكفر عن تاريخها وتحذو حذو الدول التي تقارن تاريخ الإسلام بتاريخ تلك الدول، علما بأنه كما أشرت المقارنة باطلة. المقارنة أنت تقارن شريعة إلهية يفترض أن تكون الكمال المطلق، إذا كان هناك إله فهو حتما الكمال المطلق، وإذا كان هناك شريعة إلهية على سطح الأرض يفترض أن تكون تلك الشريعة يعني هي الكمال المطلق. لذلك ليس من الأخلاق بمكان أن تقارن بين تاريخ دولة مدنية وتاريخ دولة دينية إلهية إذا صح التعبير. ومع هذا نقبل ونطالب إذا كان هناك دول إسلامية أن تكفر عن هذا التاريخ المشين، هذا التاريخ الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.
أنا بتذكر أول ما أجيت على أمريكا كان ابني صغير وبدأ يقرأ مادة التاريخ، كانت أكثر مادة بالمدرسة تبعه أنا أعاني من تدريس لأنني لا أعرف شيئاً، وكمان مصطلحات تاريخية لم أكن أجيدها، يعني تعذبت كثير ما قدرت أشرح لابني التاريخ. هون كثير بيركزوا كثير على تدريس التاريخ في المدارس حتى الابتدائية والإعدادية والثانوية. فمرة التقيت بأستاذ التاريخ مدرس مادة التاريخ لابني، وسألته سؤال، قلت له لماذا تعطون أهمية كبيرة لهذه المادة؟ تبدو very complicated، ما عم بقدر ساعد ابني فيها. فرد: نحن ندرس التاريخ لسببين لا ثالث لهما. السبب الأول أن نعرف من الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. من الذي أوصلنا؟ أنت المحطة اللي أنت فيها اليوم، المحطات السابقة هي التي أوصلتك إلى تلك المحطة. والسبب الثاني أن لا نكرر أخطاء من أوصلنا إلى تلك المحطة. نستفيد من قراءة التاريخ. صارت هذه يعني المنترة تبع وفاء سلطان، نقرأ التاريخ لنستفيد من شيئين لا ثالث لهما. وضعك اليوم هو المحطة التي أوصلك إليها الماضي، وأنت في هذه المحطة عندما تقرأين التاريخ عليك أن لا تكرري أخطاء الذين أوصلوك إلى هذه المحطة. قراءة التاريخ الإسلامي كما أشرت سابقاً، دعينا نقرأه يعني قراءة عادية، قراءة بسيطة بالحد الأدنى من القدرات العقلية. في طفل بالمدرسة عم تعلمي كيف هجم نبيه على بني قريظة، كيف ترجوه أنه يأخذ الأموال بس يترك لهم الأطفال والنساء، لم يقبل. بيجي واحد مسلم مثل الشيخ رشدي بيقول نقضوا العهد في كل قوانين الأرض، عندما تنقضين العهد هذا ما يفعلونه. كذاب ومنافق. هناك طرق عندما تنقض العهد. كذاب ومنافق. ما الذي يدفعك أن تسبي النساء؟ ما الذي يدفعك؟ كانوا ينظرون إلى الذكور، إلى عانات الذكور، إلى المنطقة التناسلية، إذا كان في زغب من الشعر يقطعون رأسه. أي أخلاق تلك؟ حق الرد مكفول للشيخ عبد الله رشدي، وأهلا به في هذا المنبر يرد أو يناظر الدكتورة وفاء سلطان.